أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شاهد افتتاح أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكري بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية. افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية. وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقاً لأحدث نظم الإدارة الطبية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية. كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها. وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيلياً للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية. وتفقد الفريق أول محمد زكي عدداً من العيادات التخصصية بالمستشفى، وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات، والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المنظومات الطبية المتطورة. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة.